إلا طبعا هذا سكر بمقدار 3 كيلو كتجربة تعليمية لكم أيونا حال. هنا لتر ونصف من الماء، وهذا جهاز قياس درجات الحرارة، وهذا الإناء أو القدر الذي سيستخدم في تجهيز العجينة السكرية. أول إجراء نقوم بإضافة الماء. بعد ذلك سنقوم برفعه على النار. طبعا نقوم برفعه على النار، ننتظر حتى تبدأ درجة الغليان، ثم نضيف السكر. طبعا الآن الماء بدأ بالغليان، ومن خلال وضع جهاز قياس درجة الحرارة ننظر. درجة الحرارة الآن تقارب 90 91. سنقوم الآن بإضافة السكر. قمنا بإضافة السكر، الآن نقوم بعملية التحريك. طبعا فائدة إضافة في هذه المرحلة أنه سهولة امتصاص السكر والامتزاج مع الماء بشكل جيد. طبعا نستطيع استخدام مثل هذه الأداة في التحريك. نستمر طبعا بالتحريك حتى تتجانس تماما وتذوب حبات السكر. طبعا قمنا بتجهيز كمية بسيطة لإيصال المعلومة، وكل شخص يعمل حسب الخلايا المتواجدة لديه أو حاجته من العجينة السكرية. هذه طريقة يتم استخدامها في أمريكا وكندا وأوروبا، طريقة جيدة، نقوم بتجربتها إن شاء الله سويا. لا توجد دراسات حتى الآن يعني يتحدثون أن الـ HMS يرتفع، هناك تسمم وما إلى ذلك، لكن لا توجد دراسات تثبت أن وجد في هذا في هذه العجينة سمية. شاهدت عدة فيديوهات لعدة إخوة دكاترة مهندسين، منهم الدكتور علي خالد البراقي في كندا، سوري الجنسية، يستخدم هذه الطريقة ويتحدث عنها أنها جيدة خاصة في فصل الشتاء. نستمر بالتقليب حتى يتجانس تماما وتذوب كل الحبات حبة السكر. طبعا بهذه الحاجة وفرنا لأخونا النحال في المناطق البعيدة والنائية التي لا يستطيع الوصول من خلالها إلى السكر المطحون، أو لا توجد مطاحن في منطقته للسكر المطحون، أو أن هناك سكر مطحون تشوبه كثير من الشوائب وغير جيدة. بهذه الطريقة يستطيع أن يقوم بهذه العجينة وتوفير بعض النقود عليه مثل طحن السكر والتنقلات ما بين الريف والمدينة. الآن وصلنا إلى درجة التشبع الكامل بالسكر، الماء الآن متشبع بشكل نهائي بالسكر وذابت كل الحبيبات السكر في الماء. ننتظر الغليان ثم نوافيكم بباقي المقطع. الآن بدأ بالغليان على شكل جيد، نستمر بالتحريك
نقيس درجة الحرارة كما تشاهدين الآن. طبعا المعيار هذا ضروري انه يتوفر في قياس درجة الحرارة، لانه هناك مواضع نحتاجها كثيرا. الآن كما تشاهدون 98، يعني مقارب 100. نحتاج إلى رقم خاص في درجة الغليان هذه لنصل إليه. ننتظر، يجب أن يصل الرقم إلى 115-116 حتى نحصل على عجينة مناسبة جدا. طبعا وصلنا في درجة حرارة الآن 105 قدر المستطاع. إذا قدرنا نحصل، طبعا الماء قليل والكمية قليلة، فاحتمال أن الرقم لن يتصاعد بشكل أكبر، لكن ننتظر قليلا. الآن 105.6 أجزاء من الدرجة كما تشاهدون. الهدف وصوله إلى ذلك الرقم تبخر المياه، وتكون العجينة متماسكة بشكل جيد، يعني عملية تبخير للماء الزائد فقط وتجانس كامل في المواد. الله الله. يعني الآن نقول 106، وقد يكون عدم ارتفاع أكثر من كذا، الشعلة الموجودة في الأسفل تكون ضعيفة. الآن 106. طبعا وصلنا إلى 100 ونقول 108، إن الآن 107.8 جزء أجزاء من الثانية من الحرارة 108، وما زال الرقم في الارتفاع. طبعا أنا سأكتفي بذلك وننتقل إلى المرحلة التالية. طبعا الآن قمنا برفعه من النار، الآن نتركه يبرد من ساعتين إلى 3، قد يكون ذلك، لكن لا ننسى أن نستخدم جهاز قياس درجة الحرارة. الآن المطلوب مننا في هذه المرحلة أن تصل درجة الحرارة إلى 60 درجة إلى 50، ما بين 60 إلى 50 درجة، يجب أن تصل درجة الحرارة، هذه نقطة مهمة جدا، ما بين 50 و60. لماذا؟ لإضافة المواد الأخرى مثل المنكهات، مثل الخل، مثل أي مادة، زعتر، شيح، كركم، أي مواد إضافية، فيتامينات، فيتامين سي، يجب أن تكون درجة الحرارة أقل من 60 ولا تزيد عن 50. سنوافيكم في حينها. السلام عليكم. الآن هذه درجة مناسبة، الآن تعتبر 47 درجة، مناسبة جدا لتجهيز وإضافة الأعشاب الطبية والخل. مبدئيا سنقوم ب، طبعا سأستخدم الخلاط. سنقوم بالخلط جيدا كما تشاهدون، من الأعلى كان ناشف. دورنا نصور بيد. طبعا هذه مجموعة من الأعشاب الطبية والخل وفيتامينات،
قمنا بتثقيلها بالعسل، عفوا، بقليل من السكر حتى يتشبع ولا يكون سائل بشكل كبير. الآن سنقوم بالخلط حتى ينتبه الخلط، طبعا ما يزال دافئ ويتبخر حتى يمتزج الماء بشكل كامل وتصبح عجينة سكرية جاهزة. سأقوم ببقية المراحل ونوافيكم. طبعا نستطيع استخدام ما شاء الله، شوفوا هذه الخلاط اليدوي. إذا لم يتواجد لدينا خلاط كهربائي، أمور جيدة بصراحة. إلى هذا القوام جيد وما زال ساخن طبعا، قد لاحظتم كم درجة الحرارة. يمكننا الآن في هذه المرحلة إضافة قليل من العسل كذلك، سأقوم بإضافة القليل. طبعا هذا عسل من ملح لي أنا، سأقوم بإضافة كمية ما يقارب هذا ربع كيلو هكذا. تمام، نغلق الله ما شاء الله، نواصل الخلط. نخلط جيدا حتى ينفذك. إن شاء الله نوافيكم في المرحلة الأخيرة.